واحد بيسأل طب هو ليه البنوك ما بتديش المحامين الشبان قروض؟ هقول لا المحامين الصغيرين ولا المحامين الكبار عارفين ليه؟ هقول لك عايزين نتكلم بصراحه في الموضوع. انا هقول لكم على تجربه عشان نستدل بيها على الاجابه على السؤال ده. دي اللي هتجاوب. احنا جبنا في سنه 2005 6 جبنا الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي عملنا معاه بروتوكول ضخ للقروض للمحامين لتمويل المكاتب في حدود 20,000 و25,000 و30,000 و40,000 قروض بدون فايدة وبسنة سماح وبدون ضمان إلا الضمان الشخصي. يعني محامي بيمضي شيك وبيمضي كمبيالة. إيه رأي حضراتكم إنه حتى الآن 300 مليون اللي اتدفعوا قروض ما تمش رد منهم إلا 100 مليون بعد اتخاذ الإجراءات المختلفة. طيب ده سلوك في ناس، ودي برضو أنا بقول دي تجربة مرة. في ناس أنا فاكر كويس بتقول لك والله ده فلان حلف إنه ما هيدفع الفلوس اللي خدها وهو بيمضي الشيك. في ناس مضت لبعض الشيكات، يعني أنا مضيت لحسن وحسن مضى لسامح، فيبقى لما أنا أقول ده مش توقيع هيطلع مش توقيع، ولما حسن يقول ده مش توقيع هيطلع مش توقيع. اللي هي الناس بتفتكرها أنها شطارة، هي دي مش شطارة، دي في النهاية خلت لما هي بقى هنا الصورة الذهنية اللي تركت مجتمعيا لدى البنوك ولدى كل الجهات اللي بتتعامل مع المحامين. لا مش هقصد المحامين، أنا وأنا أوجع دماغي ليه وأنا غامر ليه؟ يعني أنا كتاجر صاحب مكان أنا غامر ليه ودي المحامي اللي ممكن يتلاعب معايا حتى لو كان 1%، حتى لو كان 1% و99% مش هتلاعب، أنا مش مضمنش، مانيش عارف مين الواحد اللي في المية دول. وبالتالي ده اللي أدى إلى تعذر هذا الأمر. أنا برضو هرد تاني علشان أرجع للنقطة الأولانية، إنه مع اعتماد الثقة واعتماد التنقية مش الرقمية مش العددية، التنقية أيضا التنقية القيمية التنقية الكيفية، احنا بنتكلم عن الكم عايزين نتكلم عن الكيف ده هيخلينا نحاسب كل المخطئين، هنحاسب اللي عامل شاطر وبيزور شيك علشان ما يهرب من مسؤولية او يرتكب فعل مجافي للقانون او مخالف للقانون علشان مش عارف يعمل ايه. لو احنا قدرنا نعمل هذا الحساب وهذا الضبط هنقدم للمجتمع المحامي الحقيقي اللي الناس عايزاه. وانا بقول لحضراتكم امتى، انا فاكر كويس حد سألني السؤال ده في برنامج في التلفزيون في مرة، انت 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 عايز ايه للمحامي؟ قلت لهم انا عايز اللي يدخل مكتب المحامي يشعر بالامان انه ماله في امان، حريته في امان، مستقبله في امان. لو دي الثقة دي اتهزت مفيش قيمة للمحاماة خالص نشتغل اي حاجة تانية، لانه المحامي خلوا بالكم المحامي هو الجهة الوحيدة اللي الانسان اللي بيلجأ له بيسلمه نفسه بيسلمه مستنداته بيسلمه حريته بيسلمه مستقبله. اذا انت ما كنتش قدر هذه المسؤولية وقدر هذه الامانة هتضرب المحاماة كلها وهتفسد الصورة الذهنية للمجتمع في المحاماة والمحامين. وده السبب في انه كثير من الاعمال الفنيه بتحاول تسيء للمحاماه بالاستاذ الاسرائيلي، الناس بتزعل ومش عارف، بس للاسف في نماذج موجوده بهذا الشكل وبهذا السوق. واحنا اذا ما قومناش نفسنا لحظه بلحظه ودقيقه بدقيقه وما سكتناش على الغلط، فكره انه ما ده محامي لا، احنا منبهين في لجان الشكاوي لا يجامل المحامي، ياخد حقه بس، انما والمواطن كمان ياخد حقه بس، مش على حساب المحامي ومش على حساب المواطن صاحب الاشكاليه، لانه دي مصداقيتي في التحقيق ده.
امانتي انا ومسؤوليتي امام المجتمع في انه يشعر ان هو داخل في مكان هياخد في حقه، مش هيضحك عليه او هنبيعه علشان خاطر نجامل المحامي منحرف او نجامل المحامي مخطئ، عليه ان يصحح خطاه وعليه ان يعود عن انحرافه المهني.